الفاصل قبل الفاصل عملنا صينيه البطاطس وسبناها تغلي غلوتين على البطاطس، بعد كده حطيناها في الفرن. دلوقتي بنعمل المهلبيه، نعمل مهلبيه قمر الدين ومهلبيه عاديه خالص الاثنين مع بعض عشان يبقى شكلهم حلو كده في الكاسات بتاعتنا. هنا انا حطيت قمر الدين يغلي وحليب كمان اللي هو اللبن، وهنا بدوب نشا في ميه بارده، ما ينفعش نحطها على ميه سخنه عشان خاطر حطيناها على ميه سخنه هتكلكع منكم وهتخرز ومش هتبقى حلوه. طبعا في المرحلة دي بنحط شوية شوية، ما ينفعش ننزل بيه مرة واحدة. بسم الله. هو السمك ده حلو عشان اطعم بقى اكتر، اديها نقطة كريمة صغيرة ونقطة حليب كمان، ده كله قمر الدين بس، ناقص المهلبية اللي هي البيضة، يبقى عندنا دي ودي. احنا عايزين نتقلها كمان سيكا. بسم الله، حاجه صغنونه كده. طبعا هم حاطين لي سكر شويه صغنانين، فانا هحط حبه صغنانين هنا والباقي في المهلبيه العاديه، وهما بقى ياكلوها من غير سكر عادي. انا راضيه، انا راضيه، خصوصا الاستاذ طه ياكلها من غير سكر كده. تمام، نحطها بقى هنا على جنب. نيجي بقى هنا، ده الحليب، عند النشا هدوب فيه معلقه دقيق. الدقيق يا جماعه في المهلبيه بنقلها في حته تانية خالص، دقيق اهو مع النشا. وناخد مصطفى. يا مصطفى صباح الفل يا مصطفى، سامعاك يا مصطفى؟ الو، اهلا يا مصطفى، ازيك؟ الحمد لله. والله انت عندك كام سنه يا مصطفى؟ عندي 16. ربنا يديك الصحة. قول لي يا مصطفى بقى. 16. 16، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا حبيبي، ربنا يخليك. كلمتك أول امبارح أنا. أيوة، أنت كنت عايزة الرواني. أيوة الرواني. أنا ما بنساش حاجة متابعيني أبداً. عايز الجلاش أنا. عايز الجلاش كمان، حاضر من عينيا الاتنين. بكرة نخلي الحلو هنا جلاش بالمكسرات، إيه رأيك؟ إيه يا مصطفى؟ طب زي ما حسنا قالت ارجع كلمنا تاني يا مصطفى. حاضر يا بيه. هنا هنحط السكر، ده مش عايزينه كمان، وده مش عايزينه، وده مش عايزينه. نلم الدنيا حوالينا كده اهو. يا ام عثمان. الو، صباح الفل يا ام عثمان. صباح النور، ازيك؟ بقى صدفه، عشان صدفه. اهلا بك يا ام عثمان. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. كنت طيبه، ربنا يخليكي، تسلمي. الله يخليكي، يعني صدقت البرنامج، اتكلمت قبل ده من سواد. اهلا بيك وباهل سواد كلهم، اهلا بيك. الله يخليك، يا صدفة. والله على طريقة البلح الشام، كل بلح عارف يقرا مش عارفة ليه. بس كده أحلى بلح الشام يتعمل لك يا أم عثمان، بس كده أنت تأمرينا. الله يخليكي، بحط على طول بعمله، بس أول ما أطلع من العسل بيقرا. لا لا لا، أنا أعمل لكم بقى مقادير بلح الشام عالمية. هعمل لكم مقادير عالمية. من هنا الاثنين الاسبوع ده ان شاء الله نعمله لكم باذن الله. شكرا ليك يا ام عثمان. هنا اهو حبه حبه عشان ما يتقلش معانا قوي، ونلاقيها بقت عامله زي البلوزه. نقعد بقى نقلب فيها لحد ما تبدا تغلي وتتقل معانا. لقيتوها تقيله قوي عن اللي انتوا عايزينه، خففوها بشويه ميه او لبن. لقيتوها خفيفه، زودوها نشا او دقيق، بس اهم حاجه يكون متدوب في ميه زي ما انتوا شايفين كده. لسه لسه لسه. طيب هنا بقى ايه، نمسح دي ونبدا نصب المهلبيه اللي جهزت معانا القمر الدين. نسيب التانيه شويه، عايزين كبشتين، كبشه وادي كمان كبشه، عشان نصب الاتنين مع بعض ويبقى كده احنا عملنا صينيه البطاطس ودخلناها الفرن. ودلوقتي هنصب المهلبيه، عملناها بطريقتين حلوين، المهلبيه اللي هي بالحليب العاديه ومهلبيه قمر الدين. هي عايز تتقل شويه كمان، بس انا هستنى شويه لحد ما تبدا تغلي مجدب. كل ما تغلي معانا كل ما تتقل اكتر، حتى البشاميل كده كل ما تغليه اكتر يتقل معاكي اكتر. نسيبها دقيقتين كمان على البوتاجاز اهو، وناخد دي
ناخد دي يا ولاد. بسم الله نحطها هنا كده عشان نبدا نغرف منها. نقول الاثنين كده جنبنا. صباح الهنا يا ام هنا. ام هنا سامعاك يا ام هنا، بس انا سامعه صوتي اكتر. وطي التلفزيون عندك شويه. صباح الخير يا ام هنا. صباح النور. ممكن توطي التلفزيون عندك شويه عشان انا سامعه صوتي. الو. اهلا بيكي يا ام هنا، انا سامعاكي يا ام هنا. الو. سامعاكي يا ام هنا. وطي التلفزيون عندك شويه. السلام، عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيكي. وطي التلفزيون عندك شويه يا ام هنا. سامعاني كده؟ طب شكرا ليك يا ام هنا، كلمينا تاني. وادي المهلبيه التانيه، نشيل بقى دي ونشوف ام محمد. ايه يا ام محمد؟ الو، عامله ايه؟ كل سنه طيبه. وانت طيبه يا ام محمد، صباح الفل عليكي. صباح النور. اهلا بيك يا ام محمد. انت المهلبيه بتحط لها سمن؟ سمنه؟ اه. لا، دقيق ونشا. دقيق ونشا؟ اه سمنه. لا. والقمر ادينا اهو كمان، بصوا حلو قوي ازاي. طبعا كل ما بيبرد بيتقل اكتر، فاحنا ما ينفعش نتقله اكتر من كده لو هتعملوه، علشان تعالى نوصل البسبوسه هنا. ماشي. عملنا البسبوسه اول امبارح، ارجعي شوفيها على الفيسبوك. خلاص ماشي. ماشي يا ام محمد، تسلمي. شكرا ليك يا ام محمد. اه بخبي الاطباق ورا حلا عشان انت ما تشوفهاش اصلا، بخاف عليهم من الحسد. شوف الاطباق اهو، بخاف عليهم من الحسد. هما جايبين لي 4 اطباق بس ليه؟ وانتوا مستخسرين فيها الطباق؟ يهدوا بس شويه كده عشان نرجع نكمل غرف. يهدوا بس، ما ينفعش نحط كله مره واحده علشان خاطر ما تسقطش لتحت. امسح كده ايه بق الطبق، اه عشان خاطر يبقى شكلهم حلو. راي استاذ تهاني يبقى شكلهم حلو. شكرا يا استاذ تهاني. واقف انت على الميكروباص. نمسح كده شكل الطبق عشان العين بتاكل قبل البق، لازم الطبق مهندم ونضيف. ام مصطفى، الو. الو. اه يا باشا، اهلا بك يا ام مصطفى. ازيك يا ام مدام صفا، عامله ايه؟ صباح الفل عليك يا ام مصطفى. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. عامله ايه؟ الحمد لله بخير، اهلا بيكي. يا رب يخليك وانت طيب بالصحه والسلامه. انت طيبه بالف خير يا رب، ربنا يخليك. ما شاء الله على الاكلات اللي بتعمليها دي، الله اكبر. جربيها بقى، عايزك تجربي وتقولي رايك فيها ايه. لا بسم الله ما شاء الله، عسل والله. الله يخليكي يا ام مصطفى، انا متابعاكي يعني على الواتساب وجوجل والدنيا دي. اهلا بيكي يا ام مصطفى، ربنا يخليكي، تسلمي. ربنا يخليكي يا رب، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه وبالف خير. وانت طيبه وبالف خير. انا اول مره اكلمك على فكره يعني. مش عايزنا اكون اخر مره بقى، عايزك تكلمينا على طول، طول ما انت قاعده فاضيه والبرنامج شغال كلمينا. ان شاء الله. كل ما تلاقي نفسك فاضيه كلمينا. ان شاء الله. ماشي يلا. شكرا ليكي يا ام مصطفى، مع الف سلامه، تسلمي. احنا لحقنا لسه ايه يا استاذ تهامي؟ شوف الحله بتجري، بص زنقة الحله عايزه تجري من على النار. طب يا باشا بصوا بقى، لازم عشان تحطوا طبقتين زي بعض لازم الطبقه دي تبرد شويه، عشان لو حطينا دي جوه دي هتنزل لتحت، فنسيبهم يهدوا شويه كده يبردوا شويه ونطلع فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل. طب بصوا نعمل حاجه خلال الفاصل، نحمر الشعريه عشان نعمل الرز خلال الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. نحمر الشعريه بس مش هعمل حاجه تاني، فاصل صغير ونرجع لكم.